انا الصديقه ديال بدر بوالجواهل، كيف ما كتلاحظوا حنا كاملين اصدقاء ديالو. بدر كان طالب في الدكتوراه هذا العام، كان كيكمل الدراسات ديالو باش يمشي برا ان شاء الله، والبارح خرج باش يحتفل مع الاصدقاء ديالو. للاسف توصلنا بواحد الفاجعه ديال ان واحد الانسان اللي ما خصوش يتسمى انسان، خصو يتسمى حيوان، غير على قبل الدساره اللي فيه قال لي انا غنوريك شكون انا، وضربوا وطيحوا الارض. فاش الدري غيب داز عليه بالطوموبيل دو فوا، داز عليه المره الاولى وعاود داز عليه المره الثانيه وقال لي انا وريتك شكون انا. حنا اليوم خسرنا خونا بدر اللي كنا كنبغيو بزاف، وكان ظريف بزاف، وعمرو هذا شي واحد. الضحكه ما كانتش كتحيد لي من وجهه، عمرو هذا شي واحد. بدر خسرات فيه الدوله كامله، ماشي غير حنا صحابه، الدوله المغرب كامل خسروا. حنا بغينا حاجه واحده، حنا بغينا القانون والعداله تاخذ مجراها. انا شهرين هادي بارطاجيت ولد اخر حتى هو مات بنفس الطريقه، وقلت الله يرحمه مسكين، واليوم كنجرب هذا الاحساس. غدا ولا بعد غدا اي واحد فينا يقدر يجربه، يقدر يكون خوك ولد خالتك الصديق ديالك. هادشي راه بزاف، وخرج عن السيطره. هادشي خصو يتحد، حيت اي واحد عنده شويه ديال الفلوس كيقول حقا صافي انا غندير اللي بغيت. بما ان هذا السيد عنده سلاح في الطوموبيله ديالو وبدل الماتريكول، دونك هذا راه سبق الاصرار. دونك انت عارف راسك شنو كدير، وتقدر تكون سي با لا بروميير فوا اللي كدير فيها بحال هكا. حنا بغينا غير البوليس ياخذوا العداله ديال الدري باش الروح ديالو ما تمشيش هباء منثوره. حنا كاملين تكرفصنا، والديه كيموتوا على قبلو، الكبده ديالهم كتشوى على قبلو. حنا بغينا غير البوليس والناس يبارطاجيو معنا، واللي عنده اي انفورماسيون، اللي عنده شي فيديو صوروا، ما يخافش يصيفطوهم لينا انونيم. حنا ما غنبارطاجيوش لينا، حنا غناخذوا غير لا فيديو ونعطيوها للبوليس باش يقدروا نعرفوا هذا المجرم. راه هذا السيد هذا اللي هرب لا مشى تهرب، وما تشدش وما تحاسبش، غدا غيقتل، غيدير نفس الحاجه، غيولي يخرج في الناس، غيولي يقتل الناس ويخرج فيهم بطوموبيلته. هو عارف راسه، والناس بزاف عارفينه شكون، وتا واحد ما بغى يقول لنا حيت كلشي خايف. حنا بغيناهم غير يعطيونا لي فيديو، يعطيونا سميه، يعطيونا اي حاجه نعطيوها للبوليس باش نقدروا نتوصلوا ليه. والله يرحم هذا الوليد وترحموا عليه، الله يرحم لكم الوالدين. مرحوم بدر اخويا، واحد الانسان اللي طيب بزاف. انا عمرني شفت شي دري بحاله، مسكين كان في ما نكونوا حنا كاعين. انا اصلا قريت معاه من الدوزيام اني، يعني 5 سنين وانا تنعرف بدر بوالجوال الله يرحمه. وفريمون داير بلاصه كبيره في قلبنا كاملين، حنا وصحابو، حنا اللي صحابو وكلشي، الكليه كامل. تدخل لفاز كتشوف بدر مسكين ديما ضاحك، انا بعدا كنجي كاعي كنشوف بدر كنضحك. ما هموم ديالو عندي نعاود ليه، كيعاود ليا، عشت معاه برا لفاز، كيجي عندي للدار نمشي عنده، خرجنا سافرنا اي حاجه. يعني كنت صديق مقرب لي بزاف، كأخ ماشي كصديق، كأخ. كيفاش لقيتي الخبر بالوفاة ديالو؟ كنت شوكيت، كنت ناس عيطوا لي في الصباح، راه بدر مات. أنا في الأول ما تيقتش، لدرجة قطعت التليفون ومشيت، وواحد الساعة كندور في بلاصتي ما فاهم والو واش طاري، كنقول واش من بصح هذا الشيء. من كنرجع انا اصلا جيت عنده هنا الكازا على اساس انه ما يجيب اكسيد، قلت واقيلا راه شي واحد دخل فيه، انا عارفه ما عنده حقد، ما عنده حساب مع حتى شي واحد. مني كنسمع السيد مقتول انا باقي لدابا ما متيقش، انا باقي متيقش انني خليت بادر في مقبره وجيت هنا، ما متيقش. حنا باقيين مصدومين. البارح كنتوصلوا بالخبر، الصراحه صحابنا حنا شي واحد كيضحك معانا ما تيقناش. بدر يلا هضر معانا، كاين اللي هضر معاه البارح، كاين اللي انا يلا هضر معايا السيمانه اللي فاتت نتلاقى ونجمعوا يلا كان بيناتنا. بدر راه ما كاينش اي واحد اللي قرا معاه ولا اللي عرفه ما كاينش اللي يقول فيه حاجه خايبه. انسان ديما ضاحك، ديما عمرنا شفناه ما ضاحكش. ونعم التربيه ونعم الاخلاق. صحابو الى او اي صاحبو دابا هضرت معاه كلهم دي ليسونسي ماستر تبارك الله، بادر دكتوره، كاملين قارين، ختو تبارك الله راه حتى هي ماستر، يعني عائله محترمه، مربي كلشي اللي بغيتوها فيه زوينه، كلشي فيه. كنطلبوا من المغاربه كلهم يترحموا عليه، ويا ربي بغينا حقه، بغينا حقه في الدنيا قبل من الاخره. حنا عارفين ربي ما غاديش يضيع حقه، الروح عند الله عزيزه، ولكن بغينا حقه في الدنيا قبل حيت شوينا فيه. ماما مسكينه تشوات فيه، لي فيستي محمديه كاملين تشواو فيه، كلشي صحابو ديال الحي ديال بوش نشوف كاملين شوينا فيه. وكنطالبوا من
من الملك ومن الحموشي يجيبوا لنا حقه. قلت لنا ضعنا فيه، ضعنا في ان دكتور، ضعنا في ان شيرشور، ضعنا في دماغ ضاعت فيه البلاد. صدمنا، ما بقاو عندي حتى الرجلين اللي نتحرك، لا نجي لدار العزوله، ما عرفتش فين نمشي، ما عرفتش فين ندير الراس. كنا تصدمنا، راه كاين اللي جاي من بعيد، تلمو عزيز علينا وكنبغيوه، كلشي تجمع اليوم جاي من بعيد على ودو باش نترحموا عليه. هادشي اللي نقدروا نديروا دابا نترحموا عليه وامين يا ربي، امين امين. الله يصبر مهمته ويصبر صحابو وخوته كاملين يا ربي امين. انا من البروموسيون ديال المرحوم بدر بوجواه الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار، اونيتي بروموسيون وحده قرينا انصومبل في ليفستي، وصراحه هو من بين لي دكتورون اللي كان بغيون تبارك الله عليه. وصراحة خسرنا أنامي، صراحة خسرنا أمي عزيز علينا الله يرحمه، وحنا عارفين أن الموت علينا حق والساعة ديالو فات، ولكن اللي ما حملناش واللي ما بغيناش، وداكشي علاش بغينا نكونوا إيد وحدة وحنا المغاربة كاملين، وتشوفوا فيهم خوك ولا ولدك ولا المهم تشوفوا من فرد من العائلة، داكشي علاش بغينا نوقفوا وقفة كاملة ونحدوا من هادشي، لأنه مات بواحد الموت اللي ما نبغيوها لتا شي واحد. حسبي الله ونعم الوكيل، ونتمنوا ليه المغفرة عافاكم دعوه كاملين، لأنه واحد الإنسان لأنه كيستاهل. عمرنا شفنا منه شي حاجة ديال العيب، عمرنا خرج منه مسكين العيب، كان حاضر غير قرايتو، حاضر مسكين مولوع غير بالكرة، وما كيجبد تصدع مع حتى شي واحد، مسالم مرضي والديه. الله يغفر ليك اخويا بدر يا ربي ويرحمك في هذا النهار، وحنا كاملين معاك والله يرحمك، وان شاء الله الحق ديالك يتخاد ان شاء الله. بيان سور خدينا بحال شي شوك، حنا كنا بحال اون فامي، حنا قرينا في لا فاكولتي دي سيونسي تكنيك في المحمديه، كنا بحال شي فامي يعني، خبار تعرفات دغيا، وكيقول لك الانسان ملي كيكون مزيان دغيا كتلقى الخبر. تصدمنا وتصدمنا اكثر بالخبر، لانه بديك الطريقه يعني، بديك الطريقه كيفاش مات، بديك البشاعه ما حملناهاش وتقبلناها بشي صدمه. راه كاملين جايين، حنا باقيين مصدومين لحد الان، واخا مسكين مات البارح زعما في الصباح، ولكن باقيين مصدومين، باقي ما متيقينش، ولكن لله ما اعطى ولله ما اخذ الله يرحمه. وكنتمناو فريمون، كنتمناو انه ينال العقاب ديالو، يكون عبره، لان حتى شي واحد ما فوق شي واحد، حنا كاملين سواسيه، وان شاء الله الحق ديالك اخويا بدر غادي ناخذه، وما غاديش نسكتوا على هادشي، كنوعدوك اننا ما غاديش نسكتوا على هادشي. انا الصديقه ديال المرحوم بدر بوجواه المسكين الله يرحمه ويوسع عليه، كنتمناو ليه المغفره والرحمه من عنده ان شاء الله، والله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسباب، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. كيف ما قلت قبيله، راه بدر كان واحد الشخص خالق بزاف، باغي غير يضحك، ما باغيش هو المشاكل، ما عيبو بعيد، فريمون عيبو بعيد، باغي مسكين غير يضحك معاك ويضحك. وكان واحد الانسان اللي راس السيد تبارك الله، راه ماشي شي واحد اللي غير مجرد وقف الزنقه كيف ما تيقولوا، السيد راه قاري، سي ان دكتوران في ليفيستي محمديه تبارك الله عليه. ولكن الحمد لله على كل حال، لله ما اعطى ولله ما اخذ، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. نعم كان معنا ستيرفيابل، انا بريسك بدر كنت كنشوفو تقريبا ديما، كنت كنشوفو تقريبا شي ثلاثه المرات في السيمانه بزاف، كنت كنتلاقى معاه ديما. كان اخر لقاء ديالنا هو الخميس نيت اللي فات، هذا الخميس هذا سيتي مون انيفيرسير، والو بقى عليا والو، غادي نخرجوا لانيفيرسير ديالك شيماء، غادي نخرجوا. كان هذاك هو اخر لقاء، الغد ليه كنا غادي نعاودوا نتلاقاو، ولكن كان عندي ما يدار، يا ريت نرجع لذاك النهار ونعاود نتلاقى معاه. ولكن الحمد لله الحمد لله، انا النهار اللي عرفت انه مات هذاك هو كنت غنتلاقاو انا وياه هذاك النهار، نهار الحد ما فقت بالخبر ديال الموت ديالو، والله يرحمه ويوسع عليه، والله يصبرنا والله يصبر العائله ديالو كاملين والاصدقاء ديالو. كنطالبو يتشد وينال اشد العقاب ديالو، وان شاء الله غادي يتشد، وحنايا في دوله القانون، وهادشي اللي كنقولو. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.